سيادة الوزير، تحب حضرتك تقول إيه لأبنائك الطلبة والطالبات في بداية امتحانات الثانوية العامة؟ أولاً أنا أحب أطمن أبنائي الطلبة والطالبات. ثانياً الامتحان في مستوى الطالب الضعيف. ثالثاً إن شاء الله نسبة النجاح هذا العام سوف تتعدى 80%، وإحنا عاملين حسابنا في جميع اللجان وأمام جميع المدارس ووقوف عربيات إسعاف للمساعدة في بعض حالات الإهمال وبعض حالات الانهيار العصبي. يلا يا نجيبة عشان الفضاء. إن قوام الوحدة العنصرية ووحدة الموضوع ووحدة الشعور وتسلسل الفكر والصور بحيث تؤدي كل فكرة أو صورة وصفاتها الحيوية في بناء التجربة. تمام، وبعدين؟ يلا يا حبيبتي بقى للمحاضرة نص ساعة. وتساعد؟ أيوه، على إيه؟ على إيه؟ يا أختي وطلت عليك كده متولي زلقة البيت. وقت تسميع دلوقتي. وتساعد على النمو الإبداعي الفني. ربنا يسهل لك يا بنتي، سهلي واكتماله فيها. الله اكبر الله اكبر، ربنا يحفظك يا بنتي. شوف ايدهم يا حبيبتي. رقم الايداع 2008 5233 صفحه، عدد الملازم 39 ملزمه، الورق 70 جرام. تمام، ربنا يحميكي، ربنا يخليك لمصر ويخلي مصر ليكي. يا نجيبة بنت بتولي ايه؟ حدش هتع البنت ولا ايه؟ اسكتي يا فوية، البنت سمعت لي كتاب اللغة العربية كله، ما نسيتش حرف واحد. بنت عبقرية يا ناس، فلتة من فلتات الزمن. يا اخويا هي الفلتة دي ما نمتش من ليلة امبارح. انام بس ازاي يا ماما؟ انت مش سامعة عشان وهي بتقول والامتحان ما ينامش غير البليد. شيرين ايه ده؟ محمد قنديل. يا قنديلك يا فوية. شادي انت راخر. شادية معلش، اصل انا مش مركزه غير في المنهج. انا اسفه يا خالتك. ده نمك يا دنايا بتولي. انا خايفه على البيت يا اخويا، البنت مش فاكراني يا بتولي. انا مش عايزها تفتكر غير ده ولا تحفظ غير ده. بالك يا فوقيه، امبارح وانا بقدم لها كوبايه الشاي قالت لي متشكرين قوي يا محمود. قلت يا واد متولي ما تلخبطهاش ومشيها محمود، بس المهم النتيجه. اصلها كان بتحفظ محمود سامي البارودي. مش محمود سامي ده اللي كان جارنا في المانيال؟ مانيال يا جهله، محمود سامي البارودي. سامي البارودي شاعر مصري من اصل شركسي. الله اكبر. يلا يا فلته مانيال يا جهله. We'll be right back.
بنتي بنتي نجيبه بتعملي ايه عندك؟ بقولك يا ماما، هي الخصخصه تعني اعاده توزيع الادوار بين الدوله والقطاع الخاص ولا بين القطاع الخاص والدوله؟ وانتي اختي كل يوم هتقعدي فرشلي فرشه الكتب دي؟ يا ماما انا براجع. تراجع ايه يا اختي؟ ده الامتحانات خلصت والنتيجه قربت تطلع. وترد على التليفون يا غويه. يا بنتي عاشوا بنتك الله يلعن الثانويه العامه هتبقى داخله. الله يلعنك انتي، انما بنت ربنا يحفظها جت في البلد تجوز. الو ايوه انا متولي الخولي. ايه؟ مين معايا؟ مين؟ كلام وزير التربيه والتعليم شخصيا. ايوه سعادتك، نجيبه بنتي. مالها نجيبه بنتي؟ ايه؟ طلعت الاولى اصلا هي العامه. مرحبا يا باشا، قول لسعادتك هي جابت كام؟ ايه يا بابا؟ معالي وزير التربية. ما عرفوش عايز ايه؟ نجحت يا بنتي. جبت كام؟ 101%. بس؟ معالي الوزير. بنتي. الله يبارك فيك يا حبيبي، متشكرين قوي. حكم بنتي طلعت الاولى في جميع المراحل التعليميه، يعني كده بقت هاتريك في وزاره التربيه. حس كده بقى ايدك على 100 جنيه حساب السائع. ده انت اللي سائع. 100 جنيه يا هلا. الله، ده انا فاكرك بتحييني. ليه وانا اعرفك؟ طب لو ما تعرفنيش ايه اللي جابك عندي يا جزمه؟ يا اوعى ما تزرجنش، توكل على الله. الف مبروك يا حبيبي. سعر ست النظرة ايه؟ بسرعة بسرعة. أنا هموت يا أختي بعد الشر عليكي. هموت من الفرحة يا أختي. اسم الله. أمال عروستنا فيها عشان أبارك لها. بنتي فين يا نسوان؟ شوفي يا نجيبة يا حبيبتي، أنت بكرة الصبح إن شاء الله هتطلعي في صباح الخير يا مصر، ومعالي وزير التربية والتعليم شخصياً هيتصل بيكي على الهواء مباشرة. ما هو لسه قافل معايا من شوية. هي صورة ايه؟ صباح الخير يا مصر. ده البرنامج اللي بيطلع في التلفزيون كل يوم الصبح. برنامج ايه؟ لا مؤاخذة ست النظرة، اصل بنتي نجيبة ما بتشوفش التلفزيون خالص عشان بتركز في مذاكرتها. بسم الله ما شاء الله. هو برنامج يعني هيسألوك اسئلة وانت ترد عليها. شفا ولا تحريري؟ لا شفا ولا تحريري، ده مجرد اسئلة كده عامة، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرك وتجاوبي عليه. اسئلة في المنهج؟ يا حبيبتي مش في المنهج ولا حاجة، دي معلومات عامة كده. بس الحاجات دي انا ما خدتهاش، وما ينفعش امتحن في حاجة انا ما ذاكرتهاش يا ابله. مش امتحان يا نجيبة، دي قاعدة زي اللي احنا قاعدينها كده، بس ما فيهاش الناس دي، وهيسألوك كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي واجاوب عليه ازاي يا ابله؟ اسمعي يا نجيبه بنتي، فاكره كراسات الوزاره بتاعت زمان بتاعتي؟ فاكره النصايح والارشادات اللي مكتوبه في ظهرها؟ هي دي. ايه ده انا حافظاها سامه يا بابا. خلاص يبقى هو ده بالظبط اللي هتقوليه في البرنامج. ايه مالكم مكتوبين كده ليه؟ انت مالك يا عم؟ في حاجه؟ الله، ما تقومي يا فوقيه، قومي شغلي حاجه نسمعها وهيصوا صوتك. مشاهدينا الكرام، معادنا دلوقتي مع فقرة مهمة جدا. الحقيقة أنا سعيدة أني موجودة مع ضيفتنا وضيفتكم النهاردة، نجيبة متولي الخولي الأولى على الثانوية العامة. نجيبة حصلت على 101%.
برحب بحضراتكم، واسمحوا لي اصبح على الاستاذ متولي الخولي والد نجيبه. اهلا بيك ونجيبه، طبعا منورانا في الاستوديو. صباح الخير. ابتدي كلامي. انا اشكرك على المقدمه الجميله دي. طبعا، والاستاذه صباح نظره مدرسه بين السرايات الثانويه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك نجيبه. الحقيقه في بدايه كلامي، يعني انت ما طلعتيش الاولى على المدرسه ولا على المنطقه ولا حتى على المحافظه، انت الاولى على الجمهوريه. ويمكن معلوماتنا بتقول انك انت كنت الاولى في المرحله الابتدائيه والاولى كمان في المرحله الاعداديه، وكررتي ده في الثانويه العامه. عايز اعرف منك قدرتي تعملي ده ازاي؟ العلم هو الوسيله الوحيده التي يرتفع بها الانسان الى مراتب كرامه والشرف. مظبوط. وايه كمان يا نجيبه؟ التدخين يدمر الصحه وبدد المال. اغسل يداك قبل الاكل وبعده، تعمل على نفسك من الامراض المعديه. شفتوا؟ حطت ايدها على نقطتين هامتين جدا وفي غايه الخطوره، التدخين وغسيل اليدين، لان العقل السليم في الجسم السليم. بنتي نجيبه طول عمرها نجيبه، اسم على مسمى. مين دي يا ابو سلام؟ دي بقى يا سيدي نجيبه متولي، الاولى على الثانويه العامه. عمرها ما خدت درس خصوصي ولا استعانت بكتب خارجيه. طب وبتلاقي وقت يا نجيبه تتفرجي على التلفزيون؟ ايه احلى حاجه بتحبيها في التلفزيون؟ قنوات النيل التعليمية ما اتفرجش غير عليها. طب مين نجمك المفضل؟ الأستاذ عبد السلام حسين باسيوني، مدرس الجيولوجيا، اللي بيطلع يوم الأحد والثلاث الساعة 5:10 على المتخصصة. يعني نفهم من كلامك يا نجيبة إنك مالكيش أي نشاطات، ما عندكيش أي هوايات خاصة بيكي؟ نعم. مبروك يا نجيبة مرة تانية، وبنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في حياتك وتحققي كل أحلامك. بس في حاجة بس ناقصة لسه عايزة أقول. طب اتفضلي يا نجيبه، بس يا ريت بسرعه لان وقت فقرتنا انتهى وده ميعاد النشر. من دعائم الديمقراطيه ان تعبر عن ارائك بحريه تامه ولا تتدخل فيما لا يعنيك. متشكرين يا نجيبه. عايزه تقولي حاجه تاني؟ لا كده خلاص، الارشادات كلها خلصت. طب بس قبل ما نختم بقى، عايزين نعرف انت ناويه تدخلي كليه ايه؟ الاثار. اثار؟ وش معنى كليه الاثار يا نجيبه؟ ايوه يا سوزي، المحروس ابنك اتنيل وسقط تاني، هعمل ايه؟ انا غولي بغولبي معاه خلاص. طب اعمل ايه بقى؟ مدرسين وجبت له الامتحانات، حتى سربناها له اللي انا دافع فيها دم قلبي. يتنايل يسقط تاني ليه؟ هو جنبك؟ هاتيه اكلمه. ايوه وائل يا حبيبي. يا حبيبي ما تزعلش، خلاص تعوضها السنه الجايه ان شاء الله، بس تركز كويس قوي عشان تجيب نتيجه كويسه. بقول لك ايه؟ خد عربيتك بقى كده واصحابك وروحوا على الساحل الشمالي وهيصوا واتبسطوا على الاخر، وانا هبقى اجي لك في الويك اند ان شاء الله. يلا يا حبيبي، باي، مع السلامه. كان الله في عونك يا حلمي بيه. نهايته، خلينا في شغلنا. انت شايف ايه بقى؟ انا شايف ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نخفض 15% من عماله المصنع، والا هنكشف ومش هنقدر نسدد لهم رواتب. طب ما تمشي انت، عاوز تمشيه وانا قلت لك لا. بس سيادتك لازم تمضي الفراغ. وماله؟ سعاده الباشا من فرحتي والله، اصل عقبال عندك بنتي نجحت في الثانويه العامه، دي جابت 101% وطلعت الاولى. الاولى بس بس اهو. اقرا لهم قرار مجلس الاداره. قرار السيد رئيس مجلس الاداره رقم 27 لعام 2009، قررنا الاستغناء عن الاتي اسمائهم نظرا لعدم حاجه العمل اليهم، وهم مصطفى زيدان، محمد بركات، محمد ابو رواش، عزت منسي، علاء نبيل، عاطف بدوي، مصطفى طنطاوي، جمال فلاح، حسين المناديل، سيد سلام، متولي الخولي، ايمن ابو علي، سيد الريس، باسم حسن، حسين الرزاق. وقد انجب رمسيس الثاني 111 ولد، اسمائهم كالتالي: خاء ام وست، ميرنا بتاح. يا بنتي بتذاكر في ايه؟ هي الكليه يا اخويا لسه دخلت. دي كتب كليه الاثار بتاعت سنه اولى، كانوا بيتباعوا على الرصيف، قلت تتسلى فيهم لحد ما تخش الجامعه. وقد انجب ابن حطب الثالث 140 ولدا وبنتا. انجب 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 هو ايه؟ و 140 عيل؟ هو سيئة من حطب ده كان بيصرف على العيال دول كلهم منين بس؟ الاهرامات والمعابد يا بابا كانت مشاريع قوميه للقضاء على البطاله في مصر القديمه. طب وفي مصر الحديثه؟ احنا لا بنعمل اهرامات ولا بنعمل معابد ولا بنعمل حاجه خالص. نعمل ايه دلوقتي يا متولي؟
بنتي يا اخويا ما عندهاش هدوم تروح بيها الكليه، ولا احنا معانا فلوس ندفع لها المصاريف، ولا نجيب لها اي حاجه، ولبس المدرسه كان لممها، هنعمل ايه دلوقتي بقى في الكليه؟ اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. نعم حضرتك، انا جاي اشتغل سكرتيره على حسب الاعلان نشرته في الجورنال بتاريخ 14/7/2009، وكل المواصفات تنطبق عليا. بالراحه بس، واحده واحده عشان انا مش فاهم حاجه. انت مؤهلاتك ايه؟ دبلوم تجاره؟ لا حضرتك، انا اولى على الثانويه العامه 101%. والواحد ده جبتيه منين؟ مش عارفه. هلو اهلا وسهلا يا فندم. اي سمعت ان انتوا عايزين سكرتيره فعلا؟ اه طبعا، طالبين سكرتيره ومبروك عليك يا فندم. بجد؟ 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 انا سو هابي، انا سو هابي. مستر ايه بقى؟ مستر اسماعيل. ميرسي يا مستر اسماعيل، ربنا يخليك بجد، انا فرحانه قوي. حضرتك الوظيفه اللي انت جايه عشانها انشغلت خلاص. اهلا وسهلا. ليه حضرتك، هي جايبه كام في الميه؟ هي جايبه واحد. بس؟ بس؟ ميرسي يا مستر خالص، بجد انا مش مصدقه، انا سو هابي بجد بجد. وانا كلنا سو هابي، الشركه كلها سو هابي. نجيبها متولي الخولي الاولى على الثانويه العامه، وعده اشتغل الاولى على الثانويه العامه. ويا ترى عندك فكره عن طبيعه عملنا؟ انا حافظه المنيو سم، دينر بوكس، وجبات عائليه، اصناف جانبيه، حلويات. انا عندي هنا كل المؤهلات. شايفه اللي هناك ده بكالوريوس هندسه، الكاشير ده بكالوريوس تجاره، حتى بتوع الدليفري صنص اداب وبكالوريوس علوم. الثانويه العامه بتاعتك دي ما تاكلش عيش. ازاي في المدرسه يا نجيبه؟ والكليه اللي هتدخليها؟ لما يكون عندي محاضرات الصبح في الكليه ابقى اجي الفتره المسائيه. مش عارفه يا نجيبه هتركزي ازاي؟ والله يا قبل صباح انا هركز، انا خلاص قربت اخلص منهج اولى اثار، انت مش واثقه فيا؟ انا فعلا محتاجاكي معايا، عندي نقص بقى في مدرسين الابتدائي. هجيب لك السلسله من الوزير وتشتغلي معانا بالقطعه وتاخدي على كل حصه 4 جنيه. ربنا يخليكي قبل صباح. بس لازم تعرفي حاجه مهمه قوي، ده هيبقى مجرد اختبار، فاهم ولا لا؟ وان شاء الله لو نجحت فيه هنوديك عاد وتبقي معانا على طول. انا هخليهم لك زي البربان، هخليهم ياكلوا مناهج اكل. لازم تعرفي انك انت هتدرسي الفصل 6 رابع، عيال زفت وقطران ما يعرفوش يكتبوا حتى اسمهم، كل مدرسين المدرسه فشلوا معاهم. سيبهم لنا بس. الكتاب يبقى قدام عينك للنهار وانت بتاكلي،
وانت بتنامي وانت قاعده على الكبانيه بتعملي بيبي. بتعملي ايه؟ بيبي. والكلام ده مش ليا لوحدها، ده ليكوا كلكوا. ها شفتك النهارده وانت بتدرسي الاولاد في الفصل، ما شاء الله بقوا حاجه تانيه خالص. ميرسي يا ابله صباح. بقول لك ايه، روحي بقى يلا عشان تقبض المرتب. قبل نجيبه متولي. انت الشهر ده درستي 170 حصه، الحصه بأربعة جنيه يبقى 680 جنيه، هنقسم منهم 20 جنيه ضريبة مبيعات يفضل شوية دول. الله يبارك لك ويبارك لنا معاكي يا نجيبة. السلام عليكم. سلام والرحمة. بابا ازيك يا بابا؟ الحمد لله انا كويس يا حبيبتي، انت تمام؟ الحمد لله. بابا انا قبضت مرتبي النهارده. مبروك يا حبيبتي. وانا قصرت في حاجه انا جيبها يا بنتي؟ مستوره والحمد لله. عادي يعني يا بابا، ما انا وانت واحد. خلي فلوسك دي ليكي، وعلى فكره انا سايب مع امي كرشين عشان تنزلي انت وهي النهارده تشتروا هدمتين حلوين كده للجامعه. يلا حبيبتي. ماما الله، تيجي ندخل نجيب كتاب من دول؟ كتاب ايه يا نجيبه؟ تعالي نشوف الهدوم. الله حلوه. لا يا ماما. حلو ايه يا نجيبه؟ شبه هدوم المدرسه. النبي يا ماما حلو قوي، حلو قوي. النبي يا ماما عدده. حاضر يا حبيبتي. ماما ده ما طيب خلاص تعالي. والله وعشت وشفتك يا نجيبه يا حبيبتي في الجامعه يا ضنايا. بسم الله ما شاء الله، مبروك عليك يا فلتة، تعيشي وتدوبيهم في عرق العافيه يا بنتي. بقول لك يا نجيبه، انا عايزك في كلمتين. حاضر يا بابا. نجيبه، شايفه القبه دي؟ من وانت في الحضانة وانا بشاور لك عليها، دي قبة الجامعة. انا ما يهمنيش خالص انك تاخد الليسانس او انك تتعيني معيدة ولا استاذة، دي حاجات مفروغ منها، وانا واثق انك تقدري تعمليها بصباع رجلك الصغير. انما اللي يهمني ويعنيني فعلا انك تبقي رئيسة القبة دي، رئيسة الجامعة كلها. عشان كده انا جيبها، أنا عايزك تركزي في القبة. نجيبة، ركزي في القبة. حاضر يا بابا، هركز في القبة. أنا واثق يا حبيبتي إنك هتركزي في القبة. يلا يا ضنايا. نجيبه عملت لك السندوتشات، تعالي ما جبنا نستو. ايوه كده، الجيبه هتاكل منك حته يا نجوبتي. حلوه قوي قوي. باي باي يا ماما. مع السلامه يا ضنايا. نجيبه بقول لك ايه، بلا قبه بلا نيله،
انت رايحه الجامعه عايزاكي كده تستلقطي لك عريس ابن حلال وابن زواج وغالي مقرش يا نجيبه يشيلنا من الشقه اللي احنا فيها ضنايا يكون في سنه رابعه عشان اوام اوام ويكون عنده عربيه كده فيها فتيس غرز غرز يا ماما ايوه عايزه اتفسح في الصحراء يا نجيبه انت هتقعدي تفكري لي فيها خدي السندوتشات اهو سلامه يا دلو العريس اه ركزي في القبه يا نجيبه ركزي في العريس يا نجيبه القبه يا فلتة العريس يا فلتة سنة أولى ولا عسل لسه ما نعرفش بس في كام حتة جامدة عدوا من قدامنا عرفوا بقى ليه أنا كتبت في سنة أولى يو ذا مان دايما بتكلم من موقع لحد إيه دي جامد أوبا إيه بقى غزالة الشردة إيه لعبة السنة دي قوي كلها كده كلها سنة أولى إكسكيوز مي انطلق معلش تقولي فين كلية الآثار؟ أنا نبيل الصفتي عمدة كلية الآثار ومن أهم المؤسسين هاي أنا هنا شويتي في الكلية بولبول كابورليه لأن عربياتي زي ما أنت شايفة كلها كابورليه كول وبتقش عربيات أم السقف دي سيف شتا فاتح السقف فاتح يا جامد يا بولبول يا بولبول يا بولبول هذا وقد بدأ عصر الأسرار في الدولة المصرية القديمة عام 3200 قبل الميلاد عندما وحد الملك مينا القطرين الشمالي والجنوبي مما كان له أبلغ الأثر على المعتقدات المصرية القديمة فقد رأى المصريون القدماء في مظاهر الطبيعة العديد من الآلهة وبنوا لها التماثيل العديدة ليتقربوا إليها ويقدموا إليها القرابين الله أنت بتكتبي إيه يا بنتي؟ أنا؟ أيوة أنتي لحضرتك بتقوله بس كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب بتاعي ما أنا حضرتك حافظة كل الكتاب بتاعك صم تحب أسمعه لك؟ ما شاء الله أنت اسمك إيه؟ نجيبة متولي خلد أنت الأولى على الثانوية العامة
101%. يا ابن اللذين يا بيلو، شاطر البنت الاوكسه اللي في الدفعه، سيب لنا الاشكال دي. انت كنت كل ما بيت رحت مارينا شرم سيوه. Okay, let's do it. ممكن نطلع امتى؟ Sure, anytime. بس فكك كده شوية نضرب فيلم ميد نايت وبعدين نسافر. Okay? You're such a naughty boy. نجيبة. يلا يا نجيبة الحصة هتبتدي. الجرس فضل عليه ربع ساعة. يلا بلاش لكاعة. اصلا ايه ده في حاجه جريت بسرعه كده دي دفعه اولى بس ضايعه السنه دي دي الاولى على الثانويه العامه يا سيدي واسمها نجيبه نجيبه قولوا ورايا مصر من اعظم البلاد السياحيه في العالم مصر من اعظم البلاد السياحيه في العالم المناطق السياحيه هي الاماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعيه المناطق السياحيه ها؟ انت مالك؟ ها؟ انت مالك؟ الكتاب بيقول معالم حضارية يبقى معالم حضارية ها؟ انت حتفتي؟ ده كتاب وزارة يا ابني كتاب وزارة الدرس ده يتكتب 20 مرة في الكراسة وتيجوا حافظينه سم سامعين؟ اتفضلي يا حبيبتي كده بقى 6 جنيه ونص ازيك يا عم متولي؟ اهلا اهلا يا بسيط بالنجاح والتوفيق ان شاء الله اشوفكوا زي نجيبه بنتي يا رب ما شاء الله الحال ماشي اهو الحمد لله والله لولا وقفتك جنبي يا سيد انا كنت لص المكنه اللي انت بعتها لي دي جت لي نجده من السماء اقعد اقعد ها تشرب حاجه لا يا عم تقول انا جاي عشان القسط قسط ايه مش لما يجي اول الشهر ايه الله اكبر اقول حال ماشي والست نجيبه كمان بتساعد نجيبه بتساعد نفسها يا ابني يا دوبك بتجيب مصاريف الجامعه الحياه بقت صعبه قوي يا سيد عايزه لسه الاسامي طلبت سرربه عليه مش معنى الملاد بس حضرتك عايز اعمل بحث بحث عليه هاني حسين ربع اثار رئيس اتحاد الطلبه وابوه وكيل وزاره وعنده عربيه فيت 128 يروح يقلبها توك توك اكسب له يوسف عبد العاطي ربع اثار عنده عربيه مرسيدس وابوه تم القبض عليه في قضيه مخدرات خروبي مش سكتنا غيره ما كده يا ماما خلصت انا ربع خلصت يا بنت دعبش تاني نبيل صفدي 25 سنة عنده عربية بورش أهيبة وفي سنة أولى هو قاعد في سنة أولى بقاله 25 سنة يا نجيبة يا ماما بيسقط بيسقط ما قلتلك يا بنت مدي إيدك واتي من رابعة كلهم مرتبطين في رابعة يا ماما أنا رجعت لسه اسم اسم وده غني ده يا نجيبة من أغنى أغنياء مصر أبوه بيشتغل إيه؟ حرامي بابا حرامي يا ماما وأنت عرفتي إزاي؟ أصل أنا دخلت على النت جبت معلومات عن أبوه تحب أسمعهولك؟ عبد العزيز الصفدي قلتهم في قضيه توظيف الاموال وحكم عليه بالسجن لمده 3 سنين وقضاء في سجن المزرعه بس خلاص خلاص مش قضى المده وخرج لنا بالف سلامه نبتدي بقى مع بعض صفحه جديده وده بقى هتتعرفي عليه ازاي ازاي ابتسمي له ابتسامة واسعة من بعيد فهذا من شأنه أن يؤثر فيه تأثيراً لحظياً فإذا لم يلتفت فتعمدي أن ترفعي صوتك حتى يسمعك وكأنك تكلمين شخصاً آخر جو حلو قوي النهاردة إذا لم يلتفت فلا مفر من الصدام يجب أن تصطدم به وكأنك غير متعمدة بس نظارات كعبك وبايا يا حاجة وقد نظم أحد شعراء عصر رمسيس الثاني قصيدة الرنانة
تحدث فيها عن أخبار هذه المعركة، ونحن مدينون لهذه النصوص القديمة. أنت إيه اللي بتعمليه ده يا نجيب؟ أنت بتحب الواد نبيل ولا إيه؟ لا أنا ما بحبوش، أنا عايزة أقرب منه بس مش وفي إحدى الروايات. وتقربي منه ليه؟ إشمعنى هو بقى يعني؟ يعني إذا كان هو يعني مش مرتبط أو أنا مش مرتبطة. آه دي أنت داخلة على كبير بقى، الجواز على طول يا موز. دي مرحلة لسه مش هتكلم فيها دلوقتي خالص، عشان إحنا لسه في سنة أولى. بتفتكري ده الموضوع جد؟ ما ياخدوش جد ليه؟ ها؟ ما ياخدوش جد ليه؟ شايفاني بهطل؟ أنا بهطل. يا نجيبة. أنت يا اللي بتلغي هناك. أنا؟ أيوة أنت. أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ سوري يا دكتور كنت سرحانة شوية. اتفضلي اقعدي. أنت ما كنتيش سرحانة يا هانم. انت كنت بترغي مع اللي جنب منك. اه انت النجيبه اللي جنب منها. اتفضلي من فضلك قومي قولي لي انا كنت بقول ايه. واستطاع رمسيس الثاني ان ينتصر في موقعه قادش، وكانت اول مره تستخدم فيها العجلات الحربيه. اه انا صحيح كنت بقول كده. اتفضلي يا عم. يخرب عقلك حتى وانت بتلوكي مركزه. بصي قدامك يا نجيبة. يا جماعة أرجوكم نهدى شوية، اتفضلوا استريحوا. الانفعال الزايد مش هيجيب أي نتيجة. يا فتحي بيه ولادنا هيجيعوا مننا. دي بنت ريم من كتر الرعب اللي عايشة فيه بتعمل بيبي على نفسها. بيبي على نفسها؟ لا إلا الحمام. دي كانت لدغة في حرف واحد، دلوقتي لدغة في كل الحروف. علي ابني بقاله 3 ايام ما بينامش، ده مخه هيضيع، نازل حفظ ليل نهار، لا بياكل ولا بيشرب. كل ده عملته نجيبه. دي بنت صغيره وما عندهاش اي خبره في التدريس، ازاي تدوها مسؤوليه كبيره زي دي؟ دي منعاهم من الفسحه ومنعاهم من دخول الحمام. الا الحمام، المدرسه دي هتتفصل والنظره كمان هتترفد. انا لا اسمح في ظل سياسه معالي الوزير الجديد ان يدار اي ولي امر او اي طالب. حمام الا الحمام. المناخ في مصر معتدل معظم ايام السنه. المناخ في مصر معتدل معظم ايام السنه. ابلع ابلع. نعم نعم. بس الدنيا حيومه يا وحبازه يا ابلع. الوزارة قالت ايه؟ ها؟ الوزارة قالت ايه؟ قالت المناخ معتدل يبقى معتدل، مش هنفت. المناخ يا بنت؟ معتدل وطياوة. ايه؟ جبتي الطياوة دي منين؟ ها؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ اترجع. اي طياوة ايه؟ اي طياوة ايه؟ استاذة صباح، انت لما جيتي تعيني البنت اللي اسمها نجيبة اللي كانت طالعة الأولى عشان تدرس، كنت مدركة أبعاد الموضوع ده؟ طبعا يا فندم، دي مجتهدة جدا وبتقوم بواجبها على خير وجه. اتفضل عندي في المكتب يا فندم، أنا لما تشرب قهوتك أكون ندهت لها. لا 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 لا، أولياء الأمور عمالين يشتكولي، دي عاملة رعب الأولاد. مش ممكن يا فندم، ده حتى الأولاد يعني من كتر حبهم ليها ما بينزلوش الفسحة. عشان حبساهم منعاهم من دخول الحمام. استحالة يا فندم. أنا لازم أشوف الفصل بتاعها وأعرف هي بتعمل إيه مع الأولاد. الفصل بتاعها فين؟ أهو. كياب جلوس جلوس يا أولاد. الأولاد عاملين إيه يا نجيبة؟ بتدرسي لهم إيه؟ دراسات اجتماعية موارد وشخصيات. كملي الدرس. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم، لماذا؟ كلهم عارفين؟ طب جاوبي انت. لان بها المناطق السياحيه وهي الاماكن التي تتوفر فيها خصائص طبيعيه وبشريه ومعالم حضاريه واثريه. ما شاء الله. برافو برافو. انتوا وصلتوا لغايه فين في المنهج؟ حضرتك احنا الاسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنه هتعملوا فيها ايه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس كويس. نجيبه انت ليه بتمنعي الاولاد ان هم يروحوا الحمام؟ انا يا فندم ابدا. في حد يا اولاد عايز يروح الحمام؟ واضح ان هم ما دخلوش الحمام بقالهم سنه. اللي بيخف عليهم شويه يا نجيبه.
سفريه امريكا هتطير مني السنه دي لو سقطت في الترم ده. شرط ابويا ان انجح عشان يخليني اطلع عند خالي في امريكا. عليكوا على نجيبه، هي اللي هتظبطك. وبمناسبه ايه ان شاء الله؟ بمناسبه انها بترسم عليه. تسمع ليا ازاي يعني؟ انا عرفت من لميا صاحبتها انها عايزه تتجوزها. يا نهار اسود، اقصر على نفسك لما نخش عليه. وانا هبص لو واحده مجنونه زي دي ازاي؟ اسمع يا بولبو، مش نجيبه دي اسمها بيبدا بحرف النون؟ والبعيد حضرتك بتبدا بحرف النون. اوكي، تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنه واحده وهي تظبط لك الامتحان وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحه لو طلبت منها اي حاجه، بس انت تسبل لها. اسبل لها ازاي يعني؟ احبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى انت اكيد عديت السنه دي يا معلم. وسفريه امريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. ايه ايه جيني، حد شاف نجيبه؟ وانت بتسال عليا ليه؟ عادي يعني، في متحف الكليه. اوكي ثانك يو. ايه رايك في المفاجاه دي؟ نبيل، انا شايفك مندمج مع الكوتش اندماج جامد قوي. مين ده؟ دماغ خفره. خفره؟ خفره، انا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. ايه ده؟ انت ازاي في كليه اثار ما تعرفش مالك خفره بين الهرم الاوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا قلت لنا في واحده عاوزه تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش اي اعتراض، ايه المشكله؟ انجح ازاي بس؟ يعني سيبها على ربنا وعليا. تعرف يا نبيل، العلم هو الوسيلة الوحيدة الذي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات مفيدة جدا لازم تحفظها طم. يعني مثلا لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره. ده هم 10 ارشادات بس، تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي ميرسي، خلاص. ارشادات الوزارة يا نجيبة عايزاه يخطبك. هو عايزاه يخطبك؟ عشان واحد زي نبيل يخطبك لازم تلفتي نظر يا نجيبة. اعمل ايه يعني؟ يعني تعملي لوك جديد، تعملي ميك اب روش ستايل وموزة. يس، يعني احط له الميك اب عشان يتجوزني؟ ما انا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص، يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البرا المقرر. كان قصدي كلام تاني خالص يا نجيبه. كان قصدي له كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه بكتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس في الحياه لازم تستعيني بحاجات تانيه. حاجات تانية زي ايه؟ We'll be right back.
مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. العسل حلو بس النحل بيقرص. العسل حلو بس النحل بيقرص. اللي يتهور معانا يتعور. اللي يتهور معانا يتعور. زي ما انتوا شايفين درسنا النهارده على البيراميدز، والبيراميدز حاجه ستايل قوي. السياح بيجي من كل انحاء العالم عشان يشوفوها ويركبوا الكامل والهورس ويعملوا سفاري. يس 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 يس. على فكرة انا اتخنقت وعايزة انتخ شوية. ايه ده؟ مين دي؟ دي مرموزين نجيبة في ثوبها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شوية يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقول لي ما هي أسباب اندلاع الثورة العربية؟ قوم يا مأنتخ قوم. أصل عرابي كان معبي شوية من خديوي توفيق، ولما اتخنق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عبد الدين وقال له ما تفكك مني يا عمد، احنا كلنا ولاد تسعة شوط البطة السودا، وعليا النعم ما حد يعممني ولا يلوظنا بعد اليوم. نهارك اسود ومنيل. ايه ده؟ حضرتك قصده لانه زل ولانه استعبد بعد اليوم. انسة نجيبة التزمي بكتاب الوزارة وراضي يا الوز الخديوي. يس يس. ما تصونك شهر. اوكي اوكي. عندي في البيت. اوكي انا هاجي عندك البيت بكره. يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس. ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو. باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. هاي دات. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا بنتي. ايه ده ترعبي فوقيه؟ مين دي؟ صاحبة نجيبة؟ سلام تشوف يا بتولي. دي نجيبة نفسها. نجيبة بنتي؟ اه. لا والله. ربنا. نجيبة! انت يا بنت الكلب! يس دات! وانت يا بنت اللي نزلت من العربية اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس! ومين الواد البسكليت ده اللي وصلك؟ انت في الكلية دات! نعم يا اختي، انت مهنة ايه؟ زميلة في الكلية دات! وازاي تسمح لزميلك ان هو يوصلك في وقت متأخر زي ده؟ اوه بقول لك ايه يا ميتو؟ كبر الجمجمة وفكك من اللبش ده. يس. ايه في الكلمة اللبش يعني؟ يعني روق نفسك. اشوفك في بيت العدل يا نجيبة يا بنتي يا رب. اشوفكم بيت الاشواح ان شاء الله. بنت نجيبة انت بنت يا طاي يا بنت. كنت فين لغاية دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ طاي في الديسكو دات. ديسكو؟ يس. ايه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه يركسون يسكرون يرتكبون الرذيلة. الله اكبر. هي وصلت الرذيلة. طب انا هوريكم الرذيلة. روح لما بس يا انا بقول لك 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 ان
خلوكوا هنا بقى، وروني هتخرجوا ازاي، ومش هفكني من اللبش، ومش هكبر الجمجمة. جوزنا وخطوبتنا ايه رايك بقى نقضي شهر العسل فين؟ كوبا او ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا وممكن قمصة، بيقولوا شاليهات هناك جامده جدا، بس هو الناموس. ناموس نجيبه، انا خايف ان الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. ان شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الاسئله ها؟ ياه شهور الاجباري والاختياري. طبعا طبعا. ايه الصوت ده؟ في صوت. ده هي نجاحي التنسيل ورا بعض. انا ورقتي بيضا. ثانية، فاضل بس السؤال التالت وخلص على طول. ابني ثانية. اي حاجة. احنا عايزين مقبول بالعافية. طب اكتب عندك أول سؤال. تعتبر الملكة يا حطب هي الملكة الأم للأسرة الرابعة. اكتب. نجيبة أنا مش فاهم ولا كلمة منك. اديني شكلي كده غصب. بصي مش خلصتي؟ طب هات الورقة بتاعتك كده. نو. خدي الورقة بتاعتي واكتبي لي فيها اللي هتضيع عليها. يلا. انا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا انت كمان، بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناسي يكتب اسمه يكتبه. فاضل خمس دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكره. الوقت خلص، الوقت خلص. أنا مش قادر أصدق
هو اللي حصل ده حصل بجد ولا انا بيتهيألي؟ نجيبة الفلتة تسقط ازاي؟ ده اكيد كابوس يا فوقية، الاولى على الثانوية العامة تسقط وفي اول ترم. مش ممكن مش ممكن، ده انا مراجع لها الكتاب كله ليلة الامتحان وكانت حافظاها بالحرف وبالكلمة. طب ازاي ده حصل يا ناس؟ ازاي ده حصل؟ تسكت بقى يا متولي، البنت قافلة على نفسها طول النهار، انا خايفة تعمل في روحها حاجة. ومتردش عليا من الصرمة، والله لبتك بتكزمة لما اشوفك. واحد الله يا اخويا بس بمهن، كلك لقمة وبكرة ربنا يعديك. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الو، ايه دي من غير مجهود؟ عشنا السنة بالطول والعرض، هنعمل حفلة تهز الأرض. اتجمعنا كلنا النهاردة ده أكبر دليل، مبروك على المدى اللي كنت فيها بتشيل. When you start take what you're wearing up, move your body and never ever rest right. When you see yes you get a send up, when you hear us put your hands up. نور ألف جيم زائد حا، ناجح طاير من الفرحة، ناجح يرفع ايده أعزائي المستمعين، يلا كله يرقص في الشمال ويمين. عشت حياتك عملت لنفسك كتير، قسمنا وتقلب يا بختك يا ولد الايه. We did it and that what we're looking for. Dance a dance, we're gonna shake the floor. Let's party, close all the doors. شايف كل واقف ما حدش سامع ليا، يلا كل يركز خلي ودنه على الاغنية. يلا يلا كله فوق مع السقفة، لا 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 مش عايز ايدين واقفة. قاعدين مجمعين في الحفلة مايسين، شباب بنات كلها جامدين. ترجوكم الروتين خليكم صحصحين، وللمزيكا دايما سامعين. ترزيع تخبيط تنطيط على البيت. نجيبة اهلا نجيبة، مبروك يا ابو الكباتن، مش كنت تعزمنا؟ معلش نجيبة، اصل I was very busy. انت ما تردش على تليفونك ليه؟ بقالك 10 ايام مختفي. اصلي ايه؟ قصدك قلة الاصل. نجيبة ارجوكي، انا بتكلم معاكي بعدين واشرح لك كل حاجة، اوكي؟ تشرح لي؟ انت صدقت ان انت طلعت الاول ولا ايه؟ حضرتك جاي امتى ان شاء الله؟ اجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي، عشان تخطبني. مش ده كان اتفاقنا؟ ها طبعا اوف كورس نجيبه، اوف كورس منوره. هاي نجيبه بيبي، انا زعلت قوي لما عرفت انك سقطتي السنه دي. هارد لك، نو بروبلم يو كان دو ات. نو بروبلم، اهم حاجه بس النبيل ان هو نجح وطلع الاول. ديفينتلي بيبي. او ماي جاد، حرام. انت ما تعرفيش ان انا ونبيل اتخطبنا؟ ايه يا بيلو، انت ما قلتلهاش ولا ايه؟ لا اصل انت سافل وواطي وحقير، وانا هطلع عين اهلك. او ماي جاد سوري يا بيلو، اصل هي طلعت بيئه طحن. اوه انا بيئه، انا بقى هوريكم البيئه. يس خالد ابو سيف، المنسق العام لحركه خنقتونا. ها خنقتونا يا باشا؟ انت بتقول ايه يا كابتن؟ لا خنقتونا مش سعادتك، لا لا ابدا، خنقتونا ده اسم الحركه.
اسم الحركة. وعايز ايه بقى يا عم الحركة؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهرة. لا يا راجل. طب ما تقول كده من الصبح. تصريح عادي يعني تمشي في الشارع في مظاهرة. مظاهرة طبعا. وتهتف. نهتف طبعا. والناس تمشي وراك. لما بقى. عشان تبقى في السليم يعني. يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنة. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبة للحركة. اقف هناك يلا. بالنسبة. قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك. اتفضل لما نشوف اخرتها معاكم. تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا. دول خناقه يا فندم، كانوا سكرانين سكر بين يا باشا، فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروا حتت. يا اهلا وسهلا. هاي. هاي. يا. حلو قوي. لما انتوا طلبه جامعه ومستوى هاي، ايه اللي خليكوا تعملوا في بعض كده؟ عاملين اللي فيها بلطجيه؟ بالذمة ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده سبتوا ايه للصيع والمتشردين بتوع الحواري؟ نو بتاع الحواري انضف مني من سيادة الظابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجة هانا. نو 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 نجيبة متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى، انت هانا ولا متولي ولا الخولي؟ انت نجيبة متولي الخولي؟ يا الاولى على الثانوية العامة؟ يس 101%. لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت وانت المتحدث الرسمي باسمها يا باشا؟ دي نبغى من نوابغ مصر، دي دي دي, دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره بتوع ايدك يا يا باشا؟ احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل شعر الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاثنين في خلف الاسوار. اقفله كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا البت دي على الحبس. بالنسبه لخناقتونا. بالنسبه لخناقتونا بقى يا عم الخنقه. أيوه. انا احطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. بس حضرتك اخلص. هاي. الا هاي 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 يا حبيبتي. تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ ثانكس. بقول لك سيبك منها دي سانكس ومانكس، سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي؟ انا قلت له ما نطلعش المقطم. المقطم بقى لبش والحكومه هرشته، ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي، ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه وبعدين ما تقلقيش، ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام. يعني ما فيهاش اللي تأدب. لا ده انت كبيرك 3 اشهر وتطلعي، ولو وكيل النيابه حنين هيديكي شهر بس. وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربيه؟ ايه هي العربيه جديده وبيزفرها؟ طب ليه اللي فيها فتوات؟ ده انتوا ليلتكم قصاده. هتبعتوا في الحبس لحد الصبح وهتلبسوا كرمشات كلكم وهتتعرضوا على النيابه. ساقكم ايه؟ ايوه فندم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. معقول يا فندم سعاده الباشا الكبير بيكلمني انا في التليفون شخصيا؟ دي فرصه سعيده جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امر معاليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي. مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل 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 يا بلبل، تعالى هنا يا حبيبي تعالى. لا يا فندم تحت امر معاليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجه بسيطه والله يا فندم، ما نعرف ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا، تحت امر معاليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي مش تقول يا عم؟ كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي. افندم يا صلاح باشا. نقي لي انضف بوكس عندك في الاسم وخد البهوات وصلهم لحد البيت وتاكد انهم طلعوا السلم. انضف بوكس يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. والله هو حضرتك نسيت نجيبه اولى الثانويه العامه. ايوه نازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر. اخرس بقى يا عم خنقتونا.
انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ اداب. واو، يعني احنا زملاء. انا اثار. اثار بتحب المناطق الصحراويه اكيد قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيئه اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ ايه يا مامي؟ ايه يا تيزا؟ ايه يا داجي؟ ايه يا حبيبتي يا بيئه؟ لا، لما روحك يا عفاف وانت وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. بس يا حمد، بس يا حمد، نجيبة متولي الخولي. افراد اوانك ان تحد الحد يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. وريتك تعالى يا بلدي، وريتك تعالى يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. انت يا نجيبه من الطبقات الكادحه. يس، اللي زي حالتنا يعني. لولا مجانيه التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحده عبقريه زيك. للاسف كل حاجه بالفلوس، حتى التعليم. عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي، كل الرموز الحقيقية في كل المجالات ما بقتش موجودة. صح، انت كلامك صح يا أستاذ خالد. أنا عايز أقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشة، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئة؟ طبعاً. ساعتها هنحقق إيه؟ إيه؟ هنحقق إيه؟ هنحقق إيه؟ العدالة الاجتماعية. يس. أنا عايزك تسمعي دي. دي ايه؟ مقطوعة شعرية من إلهامك انتي، مش من إلهامي أنا، من وحيك انتي مش من وحي أنا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتاء يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطين. أنا مصري؟ أنا مصري؟ مصري؟ ولا عراقي؟ ولا 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 فلسطين؟ مين دول؟ ما رأيك؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. أنت معايا يا نجيبة؟ شور! يس! عامله ايه؟ انا مش معاكم، انا مع الطبقات الكادحه، انما انتوا اللي بتشتروا التعليم بالفلوس. انا هناك مع الشعب. نجيبه، ازمه بين المحليات ومدير المدارس بسبب خطه انفلونزا الخنازير. المحبوب لا نرضى باي تجاوز وسنتصدى له. لا في ايه بس؟ بص بقى ستي، بقول لك في حاجه فوقيه. ايه متولي مالك يا اخوي؟ انت من يوم ما اترفدت من المصنع وانت بقيت اوت اوف فورم. ايه اوت اوف فورم دي؟ اوعى الكوفيه عشان الخنازير. يعني لياقتك الفنيه ايه؟ الملعب ما وحشكش؟ لا طبعا وحشني قوي يا حبيبتي، بس للاسف مش هقدر العب النهارده، اصل عندي شد في العضله الخلفيه. يا عضله، يا خلفيه. الإصابة دي بتطول يا كابتن، وجمهورك له حق عليك. ولا ايه؟ خدت كارت احمر من المصنع ومن البيت كمان. وانا لما كنت في الشغل يا فوقيه قصرت في اي حاجه؟ وبعدين بطلع عبط وطي صوتك. البنت بتذاكر. اما هو سمع لها. سمع لنا الاول. سمع لنا الرعد في ودانك يا بعيده. انت موليه ما عندكيش ريحه الزنس. بقول لك شد في الخلفيه. الو الو. ايوه يا نجيبه. ايوه يا خالد. قريت الكتب اللي انا جبتها لك؟ انا بقرا اخر كتاب اهو. فهمتيهم؟ حفظتهم صم. طب ما تنسيش تجيبهم لي معاكي. انا عمري ما بنسى حاجه. طيب يلا اشوفك بكره. سلام. وكان لليسار دائما دوره في مهاجمه المؤامرات الاستعماريه ونشر الوعي الجديد بين الجماهير ورفع رايه المقاومه.
ينفع كده برضه يا فوقيه؟ انا حاسس ان خنازير البلد كلها بتعضعض في جتتي. يا ولية يهدي شويه عشان البنت تعرف تركز. انا مش عايزه البنت تركز، انا عايزاك انت اللي تركز يا متولي. البنت بسم الله ما شاء الله شاطره وبتنجح، عايزك انت كمان تنجح زيها يا متولي. طيب ماشي، طب اهدي بس. طب سيبينا، حاضر حاضر، تعالى قربي كمان. استريحتي؟ ايه يا عم ده؟ بسخن، وفي لعيب بينزل الملعب من غير ما يسخن؟ ايه متولي، انت بينك طالع لبنتك يا راجل، حافظ مش فاهم. يا راجل انت عارف اللي عملته ده؟ تاخد عليه صفر. ليه يا اختي؟ داخل كاس العالم. انت بينك مش هتيجي بالذوق. تعالى يا وليا، تعالى، ده باين ليلتك مش معدية فوايا. ان العمال والفلاحين هم اصحاب المصلحة الطبيعية في الاشتراكية، وهم مفجروا الثورة. بابا! تفتح تبت على المصف، جيت في وقت كفرته. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ اسال امك. استر عليا. امي مالها؟ امي مالها؟ هي اللي انت ازاي تقبل بالوضع ده؟ يا بنت ده وضع طبيعي وعادي، ما فيهاش حاجه، بكره تكبروا تعرف. يا بابا ازاي يرفضوك من المصنع وما تقومش بثوره؟ ثورة! ثورة ايه اللي هقوم بيها؟ ثورة ايه؟ وقادر يتحرك من مكانه ده؟ خلاص سلم نمر. فوقية، انا بقول لك قدام بنتك اهو، موتي وسمي الكلام اللي بيعمل معنا ايه. الاهرامات، هنا عند سفح الاهرامات مات الاف العمال المصريين الكادحين، لان مصر الفرعونية كانت دولة رأسمالية وتحكم فيها الاغنياء الأغلبية الصاحقة من الفقراء والمهمشين. حتى لا نلقى نفس المصير لازم نعترض، لازم نقول لا. الحرية، الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية، الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية، الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. صعبان عليا الناس، قلبي وكلني عشان تخلف وفقر وجهل وبطالة ومرض وقهرة يا نبيل. مفيش غير حل واحد، اشتراكية. اركبي 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 يا نجيبة، يلا. اركب فين؟ اركب في العربية دي؟ اه. هي دي عربيتك؟ اه عربيتي. ايه رأيك؟ هو انت يساري ولا اشتراكي ولا رأس مالي؟ من الكادحين يا نجيبة. انت متكادحين؟ عندك العربيه دي وتبقى متكادحين؟ الله اكبر الله اكبر يا نجيبه، في ايه؟ السم في اللسان. اركبي يلا. انت بتشتغل ايه بقى؟ انا المستشار الاعلامي لحزب العمال فاقدين الامل، والمنسق العام لحركه خناتونة. خناتونة؟ اه، ورئيس لجنه حق تقرير المصير. ده غير ان انا عضو في اللجنه الفرعيه لاتحاد الفلاحين. ايه ده؟ يا تران يا اولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ يا حيوان يا ابن الجزمه، ايه ماشي من اوضه النوم على الحمام؟ ايه يعني ما نعديش؟ ده حمار جاري الحمار يا ابن الصرمه، دول بهايم. دول ايه؟ بهايم. ايه؟ بهايم. وبعدين ده حافي. ده ايه؟ حافي. 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 يا حافي. يا حافي. حصل خير، حصل خير. ده غير ان انا وكيل منظمه حقوق الفقراء والجياع، ومراسل صحفي في وكاله بي ام اي، وبكتب عمود اسبوعي في اخبار الغضب. الجواز ده نظام اجتماعي فاشل، رفاهيه تكنوقراطيه غير مرغوب فيها. يعني ايه اتنين يكونوا بيحبوا بعض ويقيدوا نفسهم باغلال هما في غنى عنها؟ يعني عندك مثال، مثلا جان بول. بول؟ سارتر. سارتر؟ سارتر وسيمون دي بوفوار، الاتنين كانوا بيحبوا بعض وعاشوا حياة سعيدة بس من غير جواز. يا سلام. ايه ده؟ يعني انت عايزنا نعيش مع بعض من غير ما نتجوز؟ يا نجيبة، يا نجيبة فهميني، احنا رافضين هذا المجتمع ولا لا؟ رافضين كل قيمه ومبادئه واعرافه ولا لا؟ يبقى ايه يهمنا بقى انه يبارك علاقتنا؟ شراب يا نجيب. انا شراب؟ شراب في بقك يا جزمه. اخرسي اخرسي خالص.
احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني لغايه وقفه 6 فبراير المجيده. وصدقيني لو ما دخلتش السجن اوعدك هنعيش حياه جميله زي بول وسيمون. بقولك ايه، انت ضروري بكره، بكره ضروري جدا تعدي عليا الساعه 8 بالليل. ساكن فين؟ انا هنا جنبك في وسط البلد، جنبك في شارع اولياء الامور. خلاص بقى ما لهمش كلمه على عيالهم، عايزين يصعدوا المساله لمجلس الشعب. المسجد ده؟ المسجد؟ لا يا فندم، ده الفصل. الفصل ده الفصل. صباح الخير يا ولاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار الولاد ايه يا اخت نجيبه؟ الحمد والشكر لله وسبحان الله وتعالى يا استاذ فتحي. الاولاد بسم الله ما شاء الله، بالرغم من صغر سنهم الا ان مستواهم يؤهلهم للحصول على الثانويه العامه، وحضرتك تقدر تسالهم. لا تؤاخذيني يا اختي نجيبه، لم اتي الى هنا لاسالهم في المنهج، بس الحقيقه اهاليهم بيشتكوا منهم انهم بيردوا عليهم بشكل غير لائق. فين حسن محمود العربي؟ انت قوم واقف. نعم يا استاذ. ازاي يا ابني تكلم ابوك وتقول له انت برجوازي متعفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعترف اني كنت مخطئا ورحت لبابا واعتذرت له عما بدر مني وعفى الله عما سلف. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. شفت يا فندم، شفت انك انت كنت متجني على الاخت نجيبه. شكرا يا اخت نجيبه، وباذن الله وان شاء الله هنصرف لك مكافاه. الاجر والثواب عند الله يا استاذ. اتفضل يا فندم. قولوا وراي. اهلا يا نجيبه، تعالي يا دنايه، عندك الباميه اللي انت بتحبيها، حماتك بتحبك. قصدها حماتك هتحبك موت ان شاء الله. يلا فلت حبيبتي، يلا بسم الله. ياه صايمه النهارده كمان؟ ليه ان شاء الله؟ له اتنين ولا خميس ولا السته البيض ولا نص رجب ولا طلعه شعبان. يا دنايه ده انت اتمقتي. بكفر عن ذنوبي. ايه الكلام الكبير ده يا بنت؟ انت بنت، ذنوبي ايه اللي مكفره عنها؟ الذنوب اللي انا غرقانه فيها، الحرام اللي محاوتني من كل حته. حرام يا حرمت عليك عيشتك العيده. التلفزيون ده حرام. ايه يا بنت انت بنت؟ التلفزيون ايه الحرام ده بيسلينا؟ الاباجوره دي حرام. مصر الاباجوره يا زوية. الهاتف ده حرام. احنا بنتكلم ايه؟ اوعى صوتك. اوعى صوتك. اوعى صوتك. يا بنت المجنونه. الثلاجه دي حرام. دي بتسقع. ده حرام. يا هبل يا بنت، يا بنت. واللبس ده حرام. مالوا اللبس؟ مالوا لبسنا؟ لا بقى. الا اللبس. ليه يا اختي؟ مالوا لبسنا؟ عمرك شفتيني لابس ماضي على السريتش ولا بنطلون سايط من على الوسط؟ ما طول عمرنا بنلبس عادي. ضمك امك ما بتعتمش بره البيت الا والطرحة فوق دماغها. مالوا لبسنا ان شاء الله؟ كفايه بقى، انا خايفه عليكم. خايفه علينا من ايه يا بنت انت يا بنت؟ الله دي محسساني زي ما اكون بوليس الاداب واقف على الباب. خش البس حاجه. ما تتلهي الدور وخلاص تستعبطي. اسمع انت وهي. اخوك وامك يتقلهم انت وهي. انا مش هسيبكم الا لما ربنا يهديكم. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا عالم محلي يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك يا نجيبه. بس لا لا ما تتعبش. ربنا يهديك يا نجيبه يا بنت بتولي. مش كده يا بنت؟ ربنا يهديك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ولا بنتك يا بتولي. انت بنت اللي جرالها. اتلبست. ايه؟ اتلبست. لبست. ما انت اللي ضيعتيها. انا اللي ضيعتها. انت اللي بوظتيها. اشوفك يوم يا ضوية. انا مالي يا زكي. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يقوي ايمانك يا نجيبه، اللي انت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم. اهم حاجه بقى تثبتي على موقفك كده وتخليكي جدعه. انت نموذج الفتاه المسلمه الصحيحه. قريتي الكتب اللي اديتها لك؟ حفظتهم صم. جايبهم لي ليه؟ اديهم لحد تاني ينتفع بيهم، تكسبي ثوابه هو كمان. مالك يا نجيبه؟ انا حاسه اني بغضب ربنا يا استاذ عامر. المواد اللي بيدرسوها لنا في الكليه حاسه ان هتحاسب عليها في يوم القيامه. أنا هسيب الكلية. لا يا نجيبة، أوعي تعملي تصرف فردي. لازم تتشاوري مع زملائك عشان لو خدتوا قرار زي ده تاخدوه كلكم وفقتوا واحد. عناية الله مع الجماعة. طيب فكرتي بعد ما تسيب الكلية هتعملي إيه؟ مش عارفة. تتزوجي وتنجبي أولاد صالحين، تربيهم تربية إسلامية صحيحة. ساعتها هيكون لك عظيم الثواب. أنا عملت قناة فضائية دينية شبابية،
وعايزك معايا. انا تحت امرك يا استاذ عامر، بس اعمل ايه؟ هتشتغلي معانا داعيه، هتكسبي ثواب الدنيا والاخره. داعيه؟ بعدين انت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظه بسم الله ما شاء الله عظيمه. مش بتدرسي الاطفال؟ ايوه. طيب احنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائيه والاعلانيه. دول يفرحوا قوي. انا فرحتي النهارده ما تتقدرش بوجودي معاكم يا اولاد. انتم يا اولاد احباب الله، يعني ربنا بيحبكم. اسمك ايه؟ عبد الله. وفي سنه كام يا عبد الله؟ في سنه 6. ما شاء الله هايل. وانت يا حبيبتي اسمك ايه؟ اسمي ييم. ييم. ريم. ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا ريم. شوف يا اولاد، في بعض الاطفال اللي هم مش قاعدين معانا دلوقتي ما بيرضوش يشربوا اللبن الحليب، ودول طبعا ربنا هيزعل منهم عشان دي نعمه ربنا. مظبوط؟ مظبوط. الله يفتح عليكم. عشان كده كلنا عايزين نشرب اللبن الحليب عشان نكبر ونبقى جداد كده وجامدين، صح؟ صح. حليب الخير، حليب الخير ده انا عايز كل واحد منكم يشرب منه كوبايه الصبح زي ما احنا هنعمل دلوقتي. يلا يا حبايبي. ستوب يا جماعه، نشرب مع بعض، نرفع مع بعض. حليب الخير، حليب الخير، حليب الخير. ستوب. ايه ده يا ابو حرام العيد؟ قلنا نرفع الكوبايات ونشرب مع بعض. وبعدين بقى؟ وبعدين؟ انتوا تفهموش؟ قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده سهلة. الله؟ يلا يا استاذ، يلا يا استاذ، عندي هوا كمان ساعتين. يا رب نخلص. اتفضل يا استاذ اسفين، نركز يا اولاد، نعمله اخر مرة. عظيم. اتفضل. اند اكشن. حليب الخير. اهلا بيكم ولقائنا اليوم من برنامج قرة العيون ومفرح القلب المحزون. مين معانا ان شاء الله؟ منار. 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 الله، اسم جميل قوي. انار الله طريقك باذن الله. معاك الاخت نجيب. الو. يا منار، انا معاكي سامعاكي يا حبيبتي. ايه مشكلتك؟ بس وطي بس التلفزيون شويه. حاضر كده. كويس. ايوه. ايه المشكله؟ انا يعني يا اختي نجيبه بحلم بحاجات بتزعلني قوي من نفسي، يعني الاخ تامر حسني ده بيجي لي كتير قوي في الحلم يعني. استغفر الله العظيم، حتى في الاحلام مش عاتق. انصحك يا اخت منار ان توجهي قلبك وعقلك لما يرضي الله، وبدل ما تفكري في الاخ تامر فكري في مستشفى 57-357 والله اعلم، ولا اي حاجه هدى. الله يفتح عليك يا نجيب. الله يخليك. معانا اتصال تاني. انا شهيره. ايه يا شهيره؟ ايوه. ايه يا حبيبتي سامعاكي. وطي التلفزيون شويه. اوكي. اصلي قابلته. ايه قابلتي مين؟ قابلت عماد. عماد مين؟ عماد متعب. عماد متعب. قابلتيه فين؟ قابلته في النادي ورا الملعب. وايه بقى المشكله؟ مش قادره احكي لكم حصل. لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاصل. معانا بعد الفاصل، خليكي يا حبيبتي، خليكي معايا على التليفون. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا نجيبه. حاجه تفرح. الاعلانات منال على البرنامج زي المطر، دليل على حب الناس ليكي. نعمه وفضل من الله. البركه فيك يا استاذ عامر. البركه فيك انت يا وش السعد. الحمد لله. شيل يا ابني شيل. اللهم ادمها صحه واحفظها من الزوال، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. دي كوارع يا ابني؟ مظبوط يا فندم. حطيت جوز الطيب؟ حطينا يا فندم. الله يفتح عليك يا ابني. كمان واحد مخاص يا ابني، الله يخليك. امورنا حضرتك. انت بتاكليش ليه؟ الحمد لله يا استاذ عامر. شوفي بقى يا نجيب، انا جايبك النهارده عشان اعرض عليكي امر. اذا حاز القبول عندك انا هصلي ركعتين شكر لله تعالى. امر ايه يا استاذ عامر؟ بقى انا استخرت ربنا متقدم لك للجواز على سنة الله ورسوله. قلت ايه؟ بس ايه؟ بس انت متجوز اتنين يا استاذ عامر. وماله؟ شرع الله يبيح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع، وانا ما استخدمتش من الرخصة دي غير مثنى فقط. خليها بعد الامتحانات يا استاذ عامر. ليه؟ خير البر عاجله. معلش يعني بعد الامتحان هكون اطمنت اكتر. يعني اعتبر دي موافقه مبدئيه. ربنا يعمل اللي في الخير.
بنى المصري القديم الإهرامات لاعتقاده في فكرة البعث إلى حياة جديدة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والعودة إلى الحياة مرة أخرى. استغفر الله العظيم. أما فكرة بناء المعابد القديمة فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله. كذلك كانت فكرة المشلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة، ومنها استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا نشا؟ معلش يا دكتور، أنا عايزة أسيب المحاضرة. ليه؟ مش هقدر أسمع كلام الكفر والإلحاد ده. ولما أنت بتسمعي مني كلام كفر وإلحاد، دخلت ليه من الأول كلية الآثار؟ دخلت الجامعة ليه من أساسه؟ اتفضلي وما تحضري ليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت بتقول ايه يا بنت؟ هو يقول كلمة الحق يطرد؟ ايه؟ طب احنا بقى مش هنسكت، وكمان هنعمل اعتصام هنا. وانتوا الاتنين كمان مش عايزكم تاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دمروا رموز الفساد. هدول الحرم فين الهب؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه النور ده؟ التوحيد والنور عندنا. نجيبه، انت بتجيلي في الاحلام يا نجيبه؟ انت مفيش في حياتك غير الاسم ده اللي شغال عليه ولا ايه يا نجيبه؟ استغفر الله العظيم. عارفه لو عملت فيها رابعه العدويه ذات نفسها هحبسك يا نجيبه. يا فرغالي خد البنت دي على الحبس. افسحوا الطريق يا اخوات، افسحوا الطريق يا اخوات لو سمحتوا. تفضلي يا اختاه. تفضلي يا اخت نجيبه. نجيبه ازيك يا ابله نجيبه؟ جابوكي تاني ليه يا ابله نجيبه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لو سمحتي يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله علي لسانك ما خاطب لساني. مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابساه لنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كسف الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكره هنتقلي؟ ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنه؟ يا اختي اللي مش عاجبه شغلتي يحوش لي اجرتي. هي مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوفي انت وهي وعزه جلاله الله، لو ما قمتوا بعيد عني لاكون ماسحه بيكوا بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه؟ معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. نجيبه متولي الخولي، هي فين؟ ما بتردش ليه؟ الشبكه واقعه؟ لا حضره الصول، اصل صوتي المراه عوره. انت اللي عوره. سكنتك امك. ايه سكنتك امك؟ ما تسكلني امي براحتها، هي مش امي. استاذ عامر، ايه تعليق حضرتك على حصل النهارده في كليه الاثار؟ طبعا مسؤولين كلموني وكانوا فاكرين لا علاقه بالموضوع ده. لا مش حقيقي طبعا، انا مش مع اللي الاولاد عملوه في الجامعه ده نهائي. يعني التماثيل اللي كسروها ديت مجرد نماذج تعليميه، مش معقول يعني هنبص لها زي ما كنا بنبص للتماثيل ايام الجاهليه، مش اصنام يعني. لا طبعا دي صوره مرفوضه، واعتذرنا قدام الغرب يعني اللي احنا غير متحضرين، وده مش حقيقي. اسلامنا دين سماحه وتعايش مع كل طوائف وفئات المجتمع. بالنسبه بقى لنجيبه متولي الخولي، انا فصلتها من القناه ولغيت البرنامج بتاعها. ان سياسه القناه بتاعتنا هي سياسه الحوار وليست سياسه العنف، والله اعلم. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ عامر. انا اللي بشكرك على فكره. انت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظه بسم الله ما شاء الله عظيمه. ميرسي جدا. يا سعيد، انا مش عايز البنت دي ما تخش المحطه. اتفضلي اطلعي بره بره برا.
تستغربيش يا بنت، ده انا ابوك يا نجيبة، ابوك وحاسس بيك. ده انت حته مني يا ضنايا، ما تعيطيش، انت ما غلطتيش، انا اللي غلطت في حقك، الذنب ذنبي انا. كان كل همي انك تفضلي الاولى، خليتك حافظه مش فاهمه، ونسيت اوعيك ان الدنيا زي ما فيها كويس فيها الوحش. عشان تقدري تميزي بين الصح والغلط لازم تفهمي وتشغلي مخك، ويبقى ليكي رايك وشخصيتك، وتقدري تعتمدي على نفسك. انا عارف انك في محنه، بس انا المره دي هسيبك تتصرفي، وكتاب الله ما هقولك على اي حاجه تعمليها. وانا واثق يا نجيبه، واثق ان انت هتختاري صح وتعوضي كل اللي فاتك. يا بركة، مش صغيرة عليك دي يا جدي؟ دي بنتي يا حمار، دي جت فيا انا. قرار مجلس جامعة القاهرة رقم 314 بتاريخ 26/2/2010 بموافقة مجلس التأديب بخصوص واقعة الاعتداء على متحف الكلية، تقرر فصل كل من الطالبة نجيبة متولي الخولي، الطالبة ألفة زكريا الشيوي، الطالبة نصرة محي الدين غالب، الطالب أحمد عمران السيد، الطالبة شيماء حسين كامل، وذلك لمدة عامان ينفذ من تاريخه. هنرجع اللي حفظناه تاني؟ قبل انا حافظ الكتاب صم. لا، مش عايزاكوا تصموا ولا تحفظوا ولا تبقوا زي البغبغانات تدشوا كلام مش فاهمينه. قبل ان احنا هنعمل قبل نجيب نشوف نحس نفهم، انسوا كل اللي فات وهنبتدي من الاول. تعالوا معايا. على فين يا أبلة؟ هنطلع رحلة مع بعض. والامتحان؟ امتحان مين؟ يلا بينا.
11 بالليل وابني ما جاش، ابني اتخطف. وانا يا حضره الظابط بنتي ما اعرفش فين لحد دلوقتي. من فضلكم نلتزم الهدوء. نهدى ازاي بس يا حضره الظابط؟ نهدى ازاي الهدوء؟ هدوء ازاي بس؟ انا عايزه بس في ايه خير يا حضره الظابط؟ يا فندم في فصل كامل الاولاد اللي فيه ما روحوش بيوتهم لحد دلوقتي، واولياء الامور جايين يبلغوا. ما روحوش ازاي؟ ده عندهم امتحان بكره. احنا بنحملكم المسؤوليه لو العيال دول ما جوش دلوقتي عالم. يا فندم مسؤوليه المدرسه بتنتهي مع اليوم الدراسي، مش معقول ابدا يعني هنمشي ورا كل تلميذ نشوفه روح بيته ولا لا. لا يا ابله صباح، دي مسؤوليتك. يا هاني مهدي من فضلك سيبونا نشوف شغلنا. اسمعك بوضوح، ابدا الاشاره. لقتهم؟ لقتهم فين؟ على طريق مصر اسكندريه راكبين اتوبيس وبيغنوا. شخبط شخابيط اهم، بيشخبطوا على الاتوبيسات وكويسين. طب يلا بسرعه على الاسم عشان اولياء الامور يستلموهم من هنا. كنتوا فين يا اولاد؟ كنا مع ابله نجيبه. نجيبه مين؟ انا 101%. يا نهارك اسود، انت تاني يا نجيبه؟ انت يا بت طالعه بكام منظر بالظبط؟ لو بس كان يوم اسود يوم ما تعينتي كده برضو يا نجيبه يخلصك ان انا اتجرجر عن اسم تنصاص الايادي مع المجرمين. ده انت ليلتك صاده يا فتح بيه. انا هرفع قضيه على الوزاره، ازاي تعينوا بنت مستهتره زي دي مدرسه للاولاد؟ دي مقابلة تقابلوني بيها؟ من بكرة هتتحول لتحقيق وهيتخذ ضدها كل الإجراءات القانونية. يا فندم دي لو خرجت من القسم أصلاً دي متهمة بخطف 40 طفل وطفلة ليلة امتحاناتهم. أنا ولا خايفة منك ولا منه ولا منكم كلكم، عشان انتوا اللي وديتونا في داهية. يلا يلا اتحركوا انجروا قدامي. ايه ده؟ نجيبة اهلا بصديقتي الزنزانه. ازيك يا ابله نجيبه؟ ازيك يا فوفه؟ ازيك يا سموحه؟ انتوا عاملين عدوها في الاسم ولا ايه؟ ايه ده يا ماس، هما جابوكي هنا تاني؟ لا المره دي انا اللي جايه برجليا. شفتي اللي يجرب قعده البرش يرجع له بسرعه ما يصبر. خش من الكنايه، خدوا ولادكم وروحوا. وانت يا استاذه نجيبه مضطرين نخليكي معانا هنا في القسم لحد ما نعمل لك محضر يليق بمغامراتك العجيبه يا نجيبه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا، وكمان مش همك. انا ما بقاش يهمني ولا حاجه، انا ما يهمنيش الا دول، لان دول اللي خلوني الاقي نفسي، ومش هبقى ملطشه لاي حد بعد كده. جاهزين يا اولاد للامتحان بتاع بكره؟ جاهزين يا ابله. وانا بقى جاهزه لكل القواضي اللي انتوا عايزين ترفعوها عليا. ماشي. دي مجنونه. مبروك يا جالة. مبروك. الطالب حسن محمود العربي. مبروك يا حسن. مبروك يا حسن. الطالبة ريم محمد عبد التواب. برافو يا ريم. مبروك. ولا يمكن أن ننسى في احتفالنا هذا أن نشيد بالإنسانة التي بذلت مجهوداً جباراً لكي تصل بأولادنا إلى هذا المستوى الرفيع. عشان كده تستحق أن تكون وعن جدارة المعلمة المثالية لهذا العام، الأستاذة نجيبة متولي الخولي. متشكرين قوي يا نجيبة. بيضت وشي قدام الوزارة كلها.
مالي الوزير اتكلم مع رئيس الجامعة عشان ترجعي ووافق، يعني من النهاردة تقدري ترجعي كليتك. أرجع كلية؟ يس! قصدي أنا متشكرة جدا جدا جدا، أحمدك وأشكرك يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب. نجيبة، نجيبة، الكاس، الكاس، لسه في اعدادي وثانوي، ده انتوا لسه قدامكم الطريق طويل. يس يا صباح الخير. احب اعرفكم بنفسي، انا الدكتور عبد الرحمن عزيز اللي هدرس لكم التاريخ السياسي والحضاري لمصر الفرعونية. في الفصل الأول من الكتاب هنتكلم عن مصر، البيئة والحضارة. تنقسم مصر جغرافياً إلى ما يعرف باسم مصر العليا اللي هو صعيد مصر، ومصر السفلى اللي هي دلتا مصر. حلاوة مصر، مساحة مصر حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. نطلع اوائل، قولوا ان شاء الله، ان شاء الله، قولوا ان شاء الله.